اهلا بحضراتكم من جديد. ضيفي ضيفكم النهارده واحد من نجوم الاهلي السابقين في حراسه المرمى، والاحلى من كده كمان هو خارج من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، دايما كان بيظهر في المناسبات القويه وفي البطولات القويه. شفناه في 2006 في كاس العالم وتحقيق الميداليه البرونزيه، وكان مشارك في كاس العالم. ايضا شفناه في البطوله الافريقيه وهو بيشارك امام القطن الكاميروني في 2008، هو كان حارس مرمى كبير ودلوقتي بيعمل في اكاديميه النادي الاهلي في الشيخ زايد ما شاء الله، وبرده ومحقق نجاحات. ضيفي ضيفكم النهارده الكابتن امير عبد الحميد، منورنا يا ميرو. حبيبي يا كابتن اسامه، انا سعيد جدا والله بيك، ويعني سعيد دايما ما اكون في بيتي في قناه النادي الاهلي، وان شاء الله بالتوفيق ليك، وانا سعيد ان انا معاك النهارده. حبيبي يا ميرو، عشت عمره. حبيبي يا كابتن اسامه والله. قول لي، يعني امير عبد الحميد طبعا بيعمل في اكاديميه النادي الاهلي، لكن قبل ما اتكلم بقى عن الاكاديميات، شفت النهارده مباراه الاهلي امام فيتا كلوب؟ اه طبعا، يعني الحمد لله كان ماتش مهم جدا بالنسبه لنا. احنا واخدين بطوله افريقيا ان شاء الله عشان نكمل باذن الله، واخد العشره باذن الله. حصل عدم توفيق شويه في الماتش اللي فات والماتشات اللي قبل كده، ولكن الحمد لله النهارده كان التوفيق معانا. اللعيبه كلها كانت رجاله، كله كان مركز. مستر موسوماني كمان عمل تشكيل كويس جدا. اللعيبه كلها كانت مركزه. النهارده كان ماتش مهم، ان ده هيبقى دفعه كويسه جدا انك انت ان شاء الله باذن الله احنا ممكن ناخد اول مجموعه كمان ونكمل ان شاء الله. ان دي بطوله غاليه وبطوله مهمه، ما ينفعش النادي الاهلي يبقى خارج بطوله زي دي. وعلى اساس ان احنا ان شاء الله نكمل بقى ونلعب كاس العالم باذن الله ان شاء الله. شايف مستوى محمد الشناوي ازاي؟ خاصه ما شاء الله محمد الشناوي بيعيش يعني ازهى فتراته، سواء في البطوله التاسعه، سواء في بطوله كاس العالم الانديه السابقه للنادي الاهلي حقق فيها البرونزيه، وكمان دلوقتي ما شاء الله، وهو دلوقتي اصبح كمان كابتن من كابتن النادي الاهلي. والله يا اسامه بص، انا بالنسبه لي محمد شناوي مش ان هو بس كاس العالم الانديه ولا بطوله افريقيا. شناوي بقاله فتره كبيره جدا مركز، بقاله اكتر من سنتين ثلاثه. استغل الفرص اللي جات له سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، لعب كاس العالم. كان في مشكله طبعا ان الحضري كان بيلعب فتره كبيره جدا. ما كانش الناس ما كانش عندها ثقه في حد ان هو يلعب. شريف شارك، احمد الشناوي شارك على بعض الفترات بالنسبه لمنتخب مصر. بعد كده الشناوي لما خد في اخر ايام الحضري، ده كان بالنسبه له كانت فرصه كويسه جدا، قدر يمسك في الفرصه في النادي الاهلي بعد اصابات شريف وكده، قدر يمسك في فرصه تاني، ابتدى يبقى رقم واحد في النادي الاهلي. مركز كل الماتشات الحمد لله كان مركز فيها، بيتمرن بشكل كويس جدا، انا متابعه كمان وعلى اتصال دايما. ايه اللي اتغير في الشناوي؟ الشناوي طلع ومعاك وانتوا لسه، وهو لسه صغير. الشناوي كان الحارس رقم كام لما طلع معاكم؟ يعني كان معانا اعتقد اسامه كان رقم 4 أو 5، كنت انا والحضري وشريف واحمد عادل عبد المنعم، وهو كان هو رقم 5. كان رقم 5 كان بيتمرن بشكل كويس. لعب ماتش او ماتشين اعتقد مع في النادي الاهلي، ماتش ام بي تقريبا وماتش تاني بعد ما احنا كنا مريحين، وهو لعب ماتش مع الناشئين وبعض اللعيبه من الفريق الاول. لعب معانا، كان طالع برضه من ناشئين النادي الاهلي، ما كانش فيه فرصة ليه كويسة ان هو يشارك ويثبت نفسه، لكن كان خامة مبشرة من ناحية الستايل، من ناحية القوة البدنية بتاعته، التدريبات الكويسة اللي كان بيتمرنها معانا، الخبرات اللي كان بيستفادها مننا، ابتدى يلعب، لكن ما كانش فيه نصيب. شارك شوية في اعتقد في الحرس والجيش بتروجيت، خد خبرات شوية لما رجع النادي الاهلي دي. طبعا خد خبرات، ولما رجع النادي الاهلي رجع بقى بتركيز اقوى وبخبرات اعلى، لان هو ابتدى يلعب في الدوري ممتاز، خد خبرات مع بتروجيت ومع الجيش ومع الحرس، وبعد كده لما جه النادي الاهلي كان جاي بديل، ولكن هو كان عنده امل وكان عنده طموح ان هو يبقى رقم واحد. وده بالفعل اللي حصل، لان هو ما بيأس، وفي ميزه كويسه جدا او ميزتين، ان هو يعني عنده شخصيه، ولما بيغلط مش بيفرق معاه حاجه، ما بيفرقش معاه النقد، ودي حاجه كويسه جدا. عنده شخصيه النادي الاهلي بشكل ايجابي، ان إيجابي. هو ازاي يطور النقطه اللي عنده ايجابي، وبيستفاد، واي حد بيقابله بيتكلم معاه بينصحه في حاجه معينه هو بيستفاد من ده. وماشي بشكل كويس بقاله اكتر من سنتين ثلاثه، فيعني ربنا يوفقه دايما يفضل كده على المستوى ده، وربنا يحفظه طبعا عشان الاصابات والحاجات دي كلها. انا شايف ان هو من اهم اللعيبه في النادي الاهلي ومن اهم اللعيبه في مصر. واستفاد خبراته بقى، عنده شخصيه، وعنده شخصيه النادي الاهلي من هو صغير، لكن زادت طبعا وزاد الحماس بتاعه. النهارده هو كابتن النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي، هو بقى كابتن النادي الاهلي، اكيد في شخصيته، اكيد اكيد داخل الفرقه وحتى داخل الملعب كمان، اكيد عنده خلاص، هو كمان شارب الحته دي من النادي الاهلي. انت عارف يا كابتن اسامه اللي بيلعب في النادي الاهلي، وبين النادي الاهلي بيبقى متعود وهو صغير ان هو يبقى قائد، وان هو يبقى عنده شخصيه بتاعه النادي الاهلي. ودي مش اي حد عنده شخصيه يدخل النادي الاهلي، والنادي الاهلي كمان لما بيجي يجيب لاعب
لازم بيجيب لاعب يكون عنده شخصية النادي الأهلي وهيفيد النادي الأهلي. فبالتالي الشناوي من الناس اللي كان عندها شخصية، ابتدى ياخد ثقة، ابتدى يبقى كابتن النادي الأهلي، مسؤول كبير، وزائد ده ان هو مسؤول ان هو بيمثل النادي الأهلي في حراسة المرمى، ودي حاجة قوية جدا. فربنا يوفقه وهو مركز بشكل كويس، اتمنى له التوفيق يا رب دايما ان شاء الله. واحنا بنتكلم عن الشناوي، أمير عبد الحميد وكان جون كبير، لعبت في ظروف صعبة وكنت على نفس المستوى والاداء ونفس البطولات اللي كان النادي الاهلي بيحققها، واضفت يعني في حراسه المرمى النادي الاهلي. تقييم امير عبد الحميد لحراسه المرمى النادي الاهلي ازاي دلوقتي، خاصه ما شاء الله مع ميشيل يانكر مدرب حراس مرمى الاجنبي، شايف محمد الشناوي، شايف علي لطفي الحارس الثاني، شايف مصطفى شوبير ازاي، وكمان في عندنا الناشئ علاء حمزه. انا شايف ان هم بيأدوا بشكل كويس، والراجل عامل يعني شغل كويس جدا جدا على المستوى النفسي وعلى المستوى الفني. وانا يمكن كمان اتكلمت مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، ان شاء الله راح اقعد معاه وهقعد معاه وهستفاد طبعا من خبرته. راجل ماشي بشكل كويس، عنده خبرات كويسه جدا، بيتعامل على العامل النفسي، شغله بسيط جدا، بيفوق اللاعب احنا يعني او يفوق الحارس. احنا عندنا في مدربين حراس مرمى في العالم او هنا في مصر، دايما كل واحد ليه شغله، كل واحد ليه طريقته، سواء بقى في الشغل التكتيك او في التدريبات بقى اللي هو الاحمال والى اخره. لكن هو اللي انا شفته ان هو بيتعامل بشكل كويس، بسلاسه، شغله قليل، شغله كله مواقف لعب، وبالتالي كمان على المستوى النفسي اعتقد ان هو ليه دور كبير. فبالتالي النهارده محمد الشناوي لما بيلعب، شفنا علي، شفنا مصطفى شوبير، انا شايف ان هم يعني عامل حاله كويسه جدا من بين الحراس. وان شاء الله اي واحد فيهم برضه لازم، وكمان مديهم ثقه ان اي واحد فيهم يبقى جاهز ان هو يلعب في اي وقت. وده بالفعل اللي حصل قبل كده، علي لعب فجأة النهارده، مصطفى شوبير شارك في الكاس وأدى بشكل كويس. فأنا شايف إن يعني الحراس مرمى على مستوى عالي من التركيز، وعلى المستوى النفسي كمان شايف إن في ارتباط بينهم بين المدرب كويس جدا، ودي حاجة كويسة ونادر جدا يا كابتن أسامة إنك أنت تلاقيها. مهمة جدا علاقة الحارس بالمدرب بالظبط. فأنا شايف إنه عمل شغل كويس جدا معاهم يعني.